السؤال الثاني أبوخ، نعم تحت امرك. فاستعملني. ما احنا من بلد جنب بعض، صبحتك. ما انا عارف ده انت كابتن بلديات، والله عارف، وده يشرفني حبيبي يشرفني حبيبي يعني. حبيبي كابتن محمد. كابتن بدر، يعني السؤال الأبوخ، حضرتك يعني قيمة كبيرة فنية، لما المدير الفني هو أجنبي مش فارق معاه، يعني الزمالك يخسر حسين فيصل يكسب ولا نعم فارق معاه، يعني في نعم الآخر ده راجل جاي كلام سنة منطقي، اتنين كلام وهيمشي. منطقي. طيب هل رحت للكابتن حسين لبيب قلت له الكلام ده ما ينفعش، حصل كذا كذا كذا، لازم نشوف حل، لازم تقعدوا معاه تتكلموا معاه، اصل هو في النهايه مش حاكم بامره، يعني في النهايه في صالح عام للنادي، هل عملت كده حضرتك؟ عملت كده ورحت للكابتن حسين السيد اه لانه كان مشرف عام عضو مجلس الاداره، عضو اللجنه، قال لك ماليش دعوه. ومشرف على الكوره. قال لي يا كابتن انا الراجل هو اللي هيختاره، انا غير مسؤول فنيا. يا كابتن انا مستغرب ان الكابتن حسين السيد كل ما تساله في اي سؤال يقول كده، كارتيرون كارتيرون كارتيرون. كالترون هو المسؤول. قلت له يا كابتن انا عندي احمد رضا، وجبت احمد رضا عندي في المكتب حته تقضي بقى، وقف ديفندر عالمي ان شاء الله، عالمي، عالمي وهيسمع قريب. هو بيطلع بيلعب في بتروجيت. وراح بتروجيت. وخدته وعملت له عقد والولد وافق. هو مش هيتسجل عندي وانا عايزه موجود عندي في الدرج لغايه دلوقتي. ياه. والله العظيم احمد رضا موجود عندي في الدرج لغايه دلوقتي. والكابتن حسين قال لك ماليش دعوه. قال لي انا المسؤول فنيا كالترون. طب سؤال، يعني بما ان انا راجل، مش انا راجل يعني على قدي. انت راجل فني كبير. لا ده انا على قدي. لا لا ده استاذنا. الله يخليك كابتن بدر، انت اللي استاذنا. كابتن بدر، هل النهارده لما يبقى فيه مشرف فني نعم على قطاع الكوره او على الفريق من مجلس الاداره، نعم هل المنطق يقول ان يقول ماليش دعوه المدير الفني هو المسؤول، ولا يناقشه ويتكلم معاه؟ لا طبعا لازم يناقشه ويتكلم معاه ويقول له مصلحه النادي كذا، طيب والولد ده اذا كنت انا قلت للكابتن حسين السيد ان الولد ده مهم ولازم يكون موجود في النادي، فهو يجبر المدير الفني انه يكون موجود في النادي على الاقل الولد، وده اللي انا قلته، على الاقل الولد يتسجل ويطلع عاره ويرجع لنا بعد سنتين ثلاثه زي مصطفى محمد. مظبوط، او يلعبوا ما يلعبوش، دي قصه لا كارتيرون. ما بلاش يلعبه، هو مش عاوزه. حتى لو كابتن ما لعبوش هو حر، ده ما حدش لا يقدر هو مش يتكلم. هيلعبه، هو اوريدي مش عاوزه، فيقول لك انا مش عاوز انزل معاك التمرين. طب يا سيدي شكرا، مش عايز معاك التمرين، بس انا هسجله وهطلعه عاره. بعد ما كالترون يمشي هيبقى نجم النجوم. والكلام ده كله انت قلته، كل الكلام ده انا قلته. غريبه جدا. طب معلش بس سؤال تالت، هم اتفضل. هل الخمسه اللي تسجلوا هم افضل خمسه في اللي شفتهم ولا لا؟ لا في ناس احسن من ناس. يعني لو انت بتختار خمسه من الفرقتين دول، تسعه هختار وتسعه، اثنين، في اثنين اختارهم احسن من دول. يعني هتختار ثلاثه من الخمسه فعلا دول يستحقوا، طبعا. واثنين اللي هتشيلهم وتحط مكانهم حسين فيصل ومين؟ واحمد رضا؟ واحمد رضا. او وتشيل في مين بقى؟ احمد رضا وفي مهاب اشرف في اسلام عصام. طب كده هيبقوا ثمانيه، ما انا هاخد من الثلاثه دول واحد. اللي هم مين؟ اللي هم موجودين دلوقتي؟ لا اللي انا بقول لك عليهم من بره. اللي هم احمد احمد رضا رضا واسلام ومهاب عصام، اشرف واسلام عصام. هتاخد منهم واحد هاخد منهم واحد. مع حسين. مع حسين. طب وتشيل مين بقى من الخمسه؟ ما لا ما دي ما قلناش. مش هتقولها دي، ما قلناش. انا عمال اجرجرك انت مش عايز لا تتجرجر. ماشي لا يا ما كابتن، قلناش. انت بلديات، مش هقرص اكتر من حبيبي كده، مش حبيبي. هقدر. هل الكلام ده حضرتك كتبته رسمي في لا مش تقرير رسمي؟ كتابة، لا ده كانت مناقشة بيني وبين الكابتن حسين السيد وفي غرفته فوق في الإدارة. طب قبل ما اقفل مع حضرتك بقى وبصراحتك دي، مين المسؤول عن الواقعة دي بجانب المسؤول كارتيرون؟ ما كارتيرون لا خلاص، مش غير كالترون، هو كالترون المسؤول. ما كارتيرون المسؤول اللي يقول ما او أنا لا. هقول لحضرتك حاجة، القصة كلها يا أستاذ محمد إن اللجنة اللي كانت موجودة لجنة مش مجلس إدارة. طب ما دلوقتي لجنة برضه، لا دلوقتي لا، ما هو اقول لك انا هعمل واسوي وهو حر. ما هو لجنة يعني دلوقتي، ما فيش مجلس، ما هو من ساعة ما المجلس جمد من سنة ما هو ما يقدرش. وشهرين ولا ما شهر هو ما وكلها هل لجان هو لغاية دلوقتي لجان. لا هو هيقدر ياخد قرارات دلوقتي هو كمجلس إدارة او لجنة؟ لا يعني ياخد قرارات، مش فاهم، ما يعني هو صلاحيات مجلس، يقدر ما ياخد اي اي لجنة قرار لها دلوقتي؟ ما اي لجنة لها صلاحيات مجلس إدارة يا كابتن. طيب تمام، يعني هم كانوا يقدروا يقعدوا مع الراجل. انا بص يا كابتن يا محمد كابتن يقدر يقعد ويجبره انه يأيده. تمام، ودي انا ودي كان ودي ليا بقى ودي راي فيها في موضوع تهريج يا تاني. كابتن، دي ما فيهاش تهريج، دي مصلحة النادي. طبعا لازم يجبروه، وده هيتسجل، وخصوصا ان احنا كان عندنا اماكن لان احنا ما جبناش حد من بره، بالظبط بالظبط فانت كنت المفروض تسجله وتطلعه عاره. بالظبط.
الراجل مش عاوزه ماشي يا سيدي، انت مش عاوزه خليه، احنا عاوزينه مظبوط. كل اعمل له اعاره وكمل له العقد بتاعه. وكل اما كل الانديه اما يا كابتن. بخصوص اما اتفضل يا بخصوص كابتن، ايه؟ اتفضل. اما بخصوص الجواب اللي موجود عليه توقيعي، ده الجواب ده لما عدى مع مستر كابترون وقال الخمسه دول هم اللي عاوزهم بس، طب يا مستر كابترون انت مش حد تاني؟ لا هم دول اللي عاوزهم. قال لا، انا في اجراء اداري لازم يتم. للاتحاد، انا فاهم، الاتحاد الدولي متفهم. لازم انا ابعت قبل 15 يوم من التسجيل عشان فلوس النادي، اللعيبه ما تاخدش فلوسها خلاص كامله. انت بقيت مضطر على هذا التوقيع. انا خلاص مضطر لهذا التوقيع. تمام.